في البدايه برحب بالكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بنقول له الف مبروك ومنور قناه الاهلي، وما شاء الله تجربه السنه دي كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكمان جاي ومعاه البطولات. اهلا بيك كابتن اسامه، وسعيد جدا ان انا موجود معاك النهارده، وسعيد ان انا موجود جوه بيتي طبعا قناه النادي الاهلي، وسعيد ان احنا يعني انا بقالي فتره طويله وما طلعتش يعني ما بتكلمش، فسعيد ان انا طالعين النهارده بانتصار ومكسب والمكسب ده بيجي من عوامل كتير حضرتك اتكلمت فيها، بدايه من التخطيط والحمد لله ربنا كرمنا السنه دي، مفيش حاجه جت كده بالصدفه، كل حاجه الحمد لله كنا مرتبين لها بشكل كويس جدا، بقالنا فتره قوي شغالين على الملف ده قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ملف كبير ملف مش صغير، وقلت انت حاجه مهمه جدا، اداره النادي الاهلي ممثله طبعا في مجلس اداره برئيس كابتن خطيب ومشرف عام على الكوره ونازله بقى باللجنه التخطيط، كل المنظومه مرتبه ان يبقى في قطاع ناشئين قوي في النادي الاهلي، طبعا هو طول عمره في قطاع قوي، بس الفكره ان احنا بنطور في المنظومه كلها بشكل كويس، الحمد لله ربنا كرمنا زي ما انت قلت كده، في لعيبه فريق الاول، في لعيبه في الاعراض، في ومحافظين برغم ان انت عندك لعيبه كتير قوي اعراض وخرجت فريق الاول، انما محافظ برضه ان انت تحصل على البطولات. المسؤوليه كانت صعبه وكانت كبيره أوي السنه دي أوي، ما كانتش سهله. لا قوي الموضوع مش سهل، عشان بس الناس بتبقى فاكره ان الموضوع من بعيد كده، الموضوع سهل يعني انت منصب مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي، انت اخذ منصب يعني الناس شايفاه كبير، وهو فعلا كبير جدا، بس تفاصيله جوه الشغل لا موضوع كبير، موضوع صعب جدا، يعني ان انت توصل لكل الاولاد وان انت يبقى في علاقه ما بينك وما بينهم مباشره ويثقوا فيك ويحبوك، بعيد بقى عن ان انت مثلا كنت لعيب في النادي الاهلي، لا حياتهم اليوميه انت عايش معاهم ازاي وبتتعامل معاهم ازاي، والموضوع ده خد مني شغل كبير جدا بصراحه، ومستر بروكتش كمان يعني مايكل عمل معاه شغل كبير جدا، في تفاهم بينه وبينه محترم جدا، ساعدني هو يعني عنده صراحه خبرات كمان في الموضوع ده بشكل كبير جدا، المحاضرات الفنيه بقى والمحاضرات النفسيه بتاعت الوقت حاجات يعني شغل، احنا اليوم 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 شغل مش اقل من 8 ل 10 ل 12 ساعه ساعات في اليوم، نبقى قاعدين نجهز شغلنا كله طويل يعني التفاصيل كتير قوي، انا عايز حلقات كتير نقعد نتكلم فيها. اكيد النهارده جينا نحتفل بالولاد، وانا مبسوط طبعا بالحلقه النهارده، مبسوط طبعا باللي انت اديت الولاد حقهم وكلهم طلعوا واتكلموا معاك، وبشكر برضو الكابتن ايونو المفروض كان موجود معانا بس مش موجود، وفي طبعا لعيبه كوكا طبعا معاهم وحمزه، بس طبعا حمزه مع الفريق الاول وكوكا طبعا خد اجازه يومين فقال انا هاخد اجازه يومين فما جاش مع الولاد، نشكرهم طبعا، وبرضو مرورا بقى معلش انا اسف قبل ما تخش على بروكتش طبعا اشكر الكابتن ياسر رضوان، تعب طبعا في الفرقه دي في بدايه الموسم واشتغل معاهم بشكل كويس تجهيز الفرقه في البدايه، وطبعا يعني بشكر كابتن سيد طبعا على المجهود الكبير، سيد غريب واحد من افضل المدربين في قطاع الناشئين في مصر وعمل مجهود كبير جدا مع الولاد، وبشكر طبعا ايهاب الخطيب على ان هو ادانا كمان مساحه عشان الاولاد كلهم يبقوا شغالين معاه. شكرا كابتن سامي. صديقي مستر مايكل، بنرحب بيك على قناه الاهلي وبنقول لك كمان الف مليون مبروك. شكرا جدا. Super, nezdejme, kapten. Já si vždy velmi vážím pozvání od kapitána Sáma, takže děkuji za pozvání. A na to... Děkuji i Khalidovi, že se mohl jít s ním sem. A na to lba addar dávete klije v kané, kané tel ehli, a tam baškur kemen kapten Khalid Rogi, máje kané tel ehli, a mohl se tím byl hal an nard. كمان بنرحب بيك يا دكتور ابراهيم وبنقول لك الف مليون مبروك على البطوله، وانت برضه مشارك فيها بتقوم بمجهود كبير برضه في الترجمه للعيبه وتوصل المعلومات المهمه جدا من مستر مايكل للعيبه والاجهزه الفنيه كمان. ربنا يخليك يا كابتن، وطبعا الف مبروك للنادي كله. تعالى صوتك شويه ابراهيم في مكسوف. الف مبروك طبعا يعني من كتر الترجمه للعيبه. انا مش عارف. لا ابراهيم قبل ما يتكلم ابراهيم بيعمل مجهود كبير جدا. طبعا. وبيستحمل طبعا يعني احنا بتبقى محاضرات مثلا ست سبع ساعات في اليوم محاضرات،
وهو قاعد طول النهار يعني بص بيبقى ساعات بحس مش قادر يفتح بقه من كتر الكلام. لا طبعا شرف ليا طبعا بشتغل في النادي الاهلي، والف مبروك للنادي الاهلي والمسؤولين وكل الاجهزه الفنيه وكابتن سيد وكابتن خالد ومايكل واللعيبه كلها طبعا، يعني تعبوا كتير عشان يوصلوا اللي هم فيه ده، فطبعا الف مبروك للناس كلها. مستر مايكل، علشان يكون في نجاح اكيد لازم يكون في تخطيط، والتخطيط ابتدى من بدايه الموسم في معسكر فتره الاعداد اللي جهزه الكابتن خالد بيبو على اعلى مستوى واداره النادي، كان ليك دور مهم جدا في نقل خبراتك الفنيه للعيبه والاجهزه الفنيه. ještě dříve než odpovím na otázku, tak bych ještě rád doplnil Khalida, protože vlastně od začátku, co spolupracuju s Khalidem na juniorském sektoru, tak máme tu ty naše úlohy jakoby طبعا. قبل ما اجاوب على السؤال بتاع حضرتك يا كابتن، عايز بس يكمل على الكلام اللي قاله كابتن خالد بيبو. هو من اول الموسم والتعاون بينهم تعاون جميل، ويعني هما الاثنين بيكملوا بعض كانهم اثنين في واحد زي ما بنقول. Nejde oddělit technickou a organizační složku, jenom se to dá dělat dobře dohromady. ومينفعش نفصل بين الناحيه التنظيميه والناحيه الفنيه، لازم الاثنين يمشوا في وتيره واحده ويكون في تعاون كويس بين الناحيتين التنظيميه والناحيه الفنيه. Takže všem, kterým poděkoval Khalid, tak to potvrzuji. A ještě bych rád přidal rodiče hráčů, že taky si zaslouží poděkování samozřejmě. A samozřejmě si zaslouží i naši pracovníci v sektoru všichni poděkování. وطبعا بشكر كل الناس اللي شكرها كابتن خالد ومش عايز زيد. بشكرهم واحد واحد. طبعا بشكر اولياء امور كل اللعيبه، طبعا ليهم دور كبير في اللي هم وصلوا له. وبشكر طبعا كل العمال كمان اللي في النادي اللي شغالين معانا في النادي وفي القطاع. A teď rychle k té Izmaili. Samozřejmě to byl první náš nějaký kemp, kde jsme mohli systematicky se zavřít a pracovat v některých věcech. نرجع لمعسكر اسماعيليه، ده كان اول فرصه لينا ان احنا نقفل على نفسنا ونشتغل بطريقه سيستماتيك، بطريقه منظمه. Ale nešlo tolik jenom o ten kemp, protože vlastně připravovat hráče pro profesionální fotbalový život je vlastně absolutní změna jejich životního stylu, lifestyle. وطبعا الموضوع مش متعلق بس بمعسكر الاسماعيليه، لكن عشان نجهز اللعيبه للكره الاحترافيه يبقوا محترفين كويسين، فلازم نغير اساسا من اللايف ستايل بتاعهم، من حياتهم، من المنتاليتي بتاعهم وعقليتهم. A trenéři jsou vlastně učitelé, že? To znamená, naší největší prací s Khalidem je vzdělávat trenéry, učit trenéry a spolupracovat s trenéry, abychom v podstatě to přenesli na ty hráče potom. وطبعا المدربين يعتبروا معلمين للعيبة، والشغل اللي هو بيعمله اللي انا بعمله يعني مع المدربين، انا بثقف المدربين بحيث ان المدربين هم اللي ينقلوا الخبرات دي والتثقيف ده للعيبة. ومعادشه ما musíme myslet na to ne co je teď ale co bude za 2 roky tak jak se vyvíjí fotbal. لكن وخاصة في قطاع الناشئين ما ينفعش نفكر في الوقت الحاضر بس، في اللي احنا في الوقت الحالي بس، لكن انا لازم افكر في المستقبل اللي ممكن يحصل بعد سنتين، ازاي نطورهم لبعد كده.